نتمنى مناصرة العريقين حقيقة. محظوظين أن نكون في السهرة وفي الأجواء وفي ليلة الكبرى للكبيرين يا عبد الله، الريال بارسيلونا، ماذا تقول؟ بالفعل عصام، حينما يحضر شعار برشلونة وحينما يحضر شعار ريال مدريد في مباراة واحدة فهذا يتجاوز مسألة كرة قدم ومباراة كرة قدم إلى أنه يعكس التاريخ والجغرافيا هنا في إسبانيا. الكل يتطلع للمباراة، كل الكرة الأرضية ربما معنية في هذه المواجهة. فرصة وهدف للتقدم، كرة تذكر الشباك، جول 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 جول، ممتاز اللعبة الأخيرة، ممتاز الفينيش، والكرة في الشباك وتشتعل المدرجات. كرة أرضية باهتة في المرمى، لنشاهد الهدف من جديد. خمسة دقائق والهدف الأول. إيفان راكيتيتش، حذاري لعلها الفرصة. هذه فرصة حراس التعادل، ممتازة يا مدافعنا. كريم بنزيما يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو. اللعب الدائم هذه التشكيلة والثبات الأسماء يعطيهم ويضيف لهم قوة. سيرجيو بوسكيتس، كرة بعيدة عن الخشبات الثلاث.